تعمل ايه في المستشفى بكره؟ راح اقابل الدكتور اللي كان ماسك حالته. طبعا دي اعمار بايد الله، هو كان بيتحسن لدرجه ان احنا كنا هنكتب له خروج قريب. ماشي يا دكتور، شكرا. شكرا لحضرتك. هدخل على الممرضين واشوف مين الممرض اللي كان نبطش ليلتها. اهو. لا هو بالليل كان كويس، وبعدين انتوا مشيتوا اخر الزياره يعني ما حدش جاله بعدكم. طيب شكرا. العفو. فني الكاميرات اجيب معاه اليوم من اوله لاخره صوت وصوره. الراجل ده ازاي كان لابس لبس عامل نظافه وفجاه لبس بلطو دكتور؟ انا شغال في المستشفى بقالي 10 سنين، اول مره اشوفه. الراجل ده مش شغال في المستشفى. عندك حق يا علي، مطمئن مكتوب. كنت هبيت معاه في المستشفى، والله كنت هبيت معاه. بس بيني وبين نفسي قلت ابوك ما يستاهلش. انت شايف غير منظر امي لما تعرف انه متجوز عليها من 20 سنة. بس انا كنت غبي، يمكن لو بقيت ما كانش كل ده حصل. قدر ربنا عالي، مش حد يقدر يمنع الموت. بعدين احنا ما كانش في ايدينا حاجه، ولا كنا عمرنا نتخيل ان كل ده يحصل. لا احنا تعاملنا بسهوله مع الموضوع ده من الاول. من ساعه ما ابوك حكى عن صفوه مصباح كنا لازم نعرف ان كل اللي جاي وحش. احنا تعاملنا بغباء. العمل تبعد عن الموضوع ده. يا ابني ايه يا عم انت بتقول ايه؟ ما هو ابويا زي ما هو ابوه. ما انا خايف عليك يا حسين. خاف عليا؟ خاف على نفسك. انا تربيت عمر البرنس. وبعدين يا علي انا عمري ما اخاف طول ما اخويا في ظهر. اللي قتل ابوك عارف مكان الكاميرات فين بالظبط؟ انت وصلت ليه في تليفون مصعب؟ وصلتش لحاجه. تليفوناته كلها قليله ومش مفهوم. زي ما عاملين مع صفوت. حاسبين كل حاجه خطوه بخطوه. ايوه يا علي. بس ابوك كان ماسك عليهم حاجه. والحاجه دي يا في بيتنا يا في بيتكم. ولازم نلاقيها. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه 149 جنيه و99 قرش.